مشكلة البنكرياس أعراضه بنسميها دايماً فيج، يعني ملهاش عرض محدد. أورام البنكرياس، البنكرياس عموماً محدش يعرف عنه حاجة. تشخيصه إن إحنا نقول ينفع له عملية فعلاً اتطور جداً جداً، مش هيدي أعراض غير ما يوصل لحجم كبير قوي، وبالتالي في الغالب بيتشخص متأخر قوي. عشان استأصل المنطقة صعبة شوية، والعملية تبان إنها تخوف شوية، لكن نسبة نجاحها دلوقتي تتعدى 95%. الدكتور محمد فتحي عبد الغفار، أستاذ جراحة وزراعة الكبد كلية طب جامعة عين شمس، استشاري جراحات الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس، عميد المعهد القومي للكبد سابقاً، زميل جامعة إيسن بألمانيا لجراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية. أهلا بكم، واحدة من أرقى حلقاتنا على الإطلاق، سواء في الناس الحلوة أو الدكتور، هي الحلقة أو الجزء القادم. بلا شك نوع معين من العلم هو الأرقى، الأكثر تفصيلاً والأكثر كمان يعني قرباً للتقدمية الكبيرة في عالم الجراحة، جراحة البنكرياس. فالنهاردة هتستمعوا لحوار خاص زي ما قلت لكم على أرقى مستوى، ضيف من يعني من الضيوف اللي بنفتخر بوجودهم في الناس الحلوة، بنسعد جداً في استقباله، لأن احنا قدام قيمة جراحية على أرقى مستوى، مش بس في مصر، في الوطن العربي، واسم عالمي قدير بيبقى دائما يعني وجوده في الإعلام إضافة هائلة أكيد، لأنه نقلة لأرقى أنواع الجراحات والأساليب الجراحية إلى الشاشة بشكل مباشر. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور محمد فتحي عبد الغفار، أستاذ جراحات وزراعة الكبد، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، زميل جامعة إيسن ألمانيا لجراحات الكبد والقنوات المرارية، وعميد معهد الكبد السابق. ضيف العزيز القيمة الجراحية القديرة، أهلا بك أستاذ. أهلا بحضرتك. أنا قلت كلام جامد قوي. كده كفاية، خلص الحلقة. أو أقول كالعادة بوسط الحلقة. لا أنت لخصتها كلها. لا والله العظيم مش بقصد. البطن كالعادة، احنا يعني بنسبق الأحداث. لكن السؤال الأول، كلمة العنوان، يعني ايه ما نقول أول مرة نقترح هذا العنوان أسرار النجاح، ماذا نقصد به؟ عملية ورم رأس البنكرياس بالذات عملية كبيرة بيسموها الويبل. لما نشرحها للناس الحاجات اللي بنشيلها، يعني دايما عام بعد ما أشرح له العملية يقول لي طب وهيبقى ايه وانا هعيش ازاي. لكن لما نعرف ان نسبه نجاح العمليه دي تتعدى 90%، 95% نجاح العمليه، معنى نعمل العمليه وعن يخرج بالسلام ان شاء الله. 95%، ده تقترب من ايه، من المراره، من يعني من الحاجات يعني. بس عشان نوصل للرقم دوت الحقيقه محتاج شغل كتير قوي، يمكن نقسمه حاجات هنعملها قبل العمليه بري اوبراتيف، وحاجات جوه العمليه اوبراتيف، وحاجات بعد العمليه بوست اوبراتيف. الجراحه كلها هي ما قبل بري عمليه اوبراتيف، ما بعد بوست اوبراتيف. ما قبل العمليه احنا بنتعامل مع مريض عنده ورم، وبالتالي نقطه مهمه قوي ان ما ننساش ان احنا مريض عنده ورم. في ناس بتبص للورم، يعني كتير بيجي لي اهل المريض يقول لي احنا مش عايزين نقول له، فجايبين لي الاشعاعات بس او التحاليل بتاعته، ده ينفع يتعمل له عمليه ولا لا؟ البدايه دي مش صح. لازم اتعامل مع شخص على بعضه، يعني ممكن تبقى الاشعاعات والتحاليل تقول ان ينفع يستحمل العمليه، ولكن عن جنرالي بصفه عامه حالته العامه ما تتحملش العمليه. بره في حاجه اسمها بيرفورمانس ستيت وليها سكور معين، دي السن بتاعه والحاجات، الضغط والسكر والحاجات، ارقام بنحسبها بحيث ان في الاخر اقول المريض ده يتحمل هذه العمليه فعلا بصوره امنه ولا لا. ودي نقطه مهمه قوي، ساعات بتبقى يعني مزد مننا كده كدكاتره، ان انا بتعامل مع المرض مش مع المريض بس، لا دي العمليات الكبيره لازم اقيم الورم واقيم المريض واقيم العمليه، وانا عارف جوه العمليه ايه اللي هيحصل، يعني متوقع من حجم الورم ده انا هعمل ايه جوه العمليه. فهل المريض هيتحمل الحاجات اللي بقولها دي ولا لا؟ كتير بيجي العيان اشوف الحاجه بتاعته اقول له ينفع عمليه، لما يجي للمريض اقول له لا ده ركب له دعامه مش هيستحمل عمليه.
فقرار من الاول خالص ان انا ادخله عمليات ده قرار مهم جدا. الخطوه اللي بعديها الورم نفسه، هل الورم ده ينفع يتشال ولا ما ينفعش يتشال؟ ينفع يتشال دي مفروض برضو كنا زمان القرار ده بناخده جوه العمليه، لا دلوقتي مفروض بنسبه 95% بيتاخد قبل العمليه. انا فاكر ما كنت سافرت المانيا على الحته دي بالذات لقيتهم بيعملوا خطوه في اول العمليه خالص يقصوا الاثنى عشر. هو اول ما قص الاثنى عشر ما عادش فيه رجعه، يعني ما ينفعش ان هو يرجع في كلامه ده مش تنفع العمليه، ودي عملها في اول عمليه خالص. طب بساله قلت له انت عملت كده انت لازم هتكمل، مين قالك انا هكمل؟ قال لي لا تكمل او مش هتكمل دي قبل العمليات. واحنا جوه العمليات مفيش القرار ده خلاص، طالما خدنا القرار من قبلها بالاشعاعات ان احنا هنكمل يبقى احنا لازم هنكمل. دي بنسبه نقول 95% فعلا. المشكلة العملية دي كلها في البنكرياس علاقة الورم بشريان ووريد مهمين جدا. الوريد اللي هو بياخد الدم من الأمعاء يوديها للكبد، والشريان اللي بيغذي الأمعاء. لو كنا شفنا في رسمة هتلاقوا إن هما لازقين فيهم بعض. دايما أنا عايز أشوف علاقة الورم بالشريان والوريد في ثلاث سيناريوهات ليها. أول سيناريو جميل جدا إن هو ملوش علاقة خالص، هو بعيد عن الشريان والوريد، وده احسن السيناريوهات. السيناريو الثاني لا، ده حوط الشريان والوريد، بس حوطه ديت بنقسمها احنا بالاشعه، هو حوطه 180 درجه ولا اقل من 180 درجه. لو اقل من 180 درجه لا ممكن العمليه، اكتر من 180 درجه نبتدي نقول بقى ينفع ولا ما ينفعش. الفيديو ده بيورينا دي قبل ما يعني دي خطوات العمليه ببساطه كده. يعني كشرح بسيط ان احنا هنشيل ايه فيها عشان ده اللي بنقول عليه. ده الجزء اللي شلناه اللي هو راس البنكرياس بالاثنى عشر، مكمل معاه حته من المعده ومكمل معاه حته من الامعاء، والقناه المريه داخله في النص فشلناها مع المرار. وبعد كده بجيب الامعاء اهيت اوصلها بالبنكرياس، اوصلها بالقناه المريه، ثم اوصلها بالمعده. دي ببساطه خطوات العمليه نفسها. فالجزء التحضير قبل العمليه زي ما قلنا انا عايز اعرف العين ده هيستحمل العمليه ولا لا. النقطه الثانيه الورم ده هينفع يتشال فعلا ولا لا. النقطه الثالثه التوقيت، هل انا المفروض اعمل عمليه دلوقتي؟ ده احسن وقت للمريض دوت، لان ممكن يبقى الورم حجمه كبير شويه او محوط الشريان، لا ناخد كيماوي فيقل شويه فاقدر اخش في العمليات، او اقول لا ده انا اخش دلوقتي. كل واحدة فيهم دي فيها مميزات وفيها عيوب. الحسبة دي حاجات كتير قوي بنحطها في دماغنا واحنا بنتكلم. اهي دي الرسمة اللي كنا بنتكلم عليها، حتة علاقة الورم بالشريان. اما اول حاجة فوق دي بعيد عنه خالص، ده احسن سيناريو. التاني ده حوطه بس قبل، معلش يا فندم، احنا هنا عندنا حاجة حمراء وحاجة صفراء. حاجة الحمراء هي ايه؟ الشريان. ده الشريان، والاصفر ده الورم نفسه. الورم بما لو فيه في الصورة الأولانية ده جميل جدا. ده بعيد عنه فده سهل قوي في العملية. الصورة الثانية حوطه بس ما عداش ال 180 درجة. الصورة الثالثة عدى ال 180 درجة. تفرق. الثالثة ديت لا، لو ده شريان مش هينفع، لو وريد نتكلم فيها، فيها نقاش شوية. لأن ممكن أقصه وأوصله. لكن الثانية ديت في الغالب هينفع. فقرار إن أنا آخد كيماوي أو ما آخدش كيماوي دي برضو قرار صعب جدا بالذات عندنا في مصر. لأن أبحاث بره بتتكلم عن النقطة دي كتير، بيحبوا يدوا كيماوي في عيالين كتير وبيصغر. الحقيقة مع نقاش مع دكاترة الأورام عندنا، من وسط كل 10 عينين خدوا كيماوي 2 أو 3 اللي بيستجيبوا، وسبعة تمانية ما بيجيبوش نتيجة خالص. بعضهم بيكبر مع الكيماوي، مش عارف إن كان مشكلة في نوع الورم اللي عندنا، مشكلة في المريض، مشكلة في إيه، لكن في فرق فعلا ما بين الوضع بتاعنا والوضع بره. وبالتالي مش هنقدر نطبق الكلام بالظبط اللي بناخده بره ان هو علينا في مصر، لا فيما يتعلق بالكيماوي. في الكيماوي اللي بتاع قبل البنكرياس. العمليه اللي قبل العمليه ده بتاع البنكرياس بالظبط. هنا الصوره دي، هنا ده الورم، هنا شايفينه ضاغط على الوريد البابي اللي هو بيغذي الكبد، يكاد يكون قافله اكتر من 50%، اللي هو الورم اللي هي الحته الصفراء، الحته الصفراء اللي في النص دي في ضغط على البنكرياس، ضغط على الازرق. بالظبط، ده الوريد اللي بياخد دم من الامعاء ويوديها الى الكبد. دي من ضمن الصور صعبه شويه عندنا في العمليه، ليها تكنيك ويمكن نشوفه اثناء العمليه نفسها. الورم طبعا الاصفر بيتكتب عليه حرف تي، اختصار تيومر. بالظبط. فده الجزء اللي قبل العمليه. لو احنا الجزء قبل العمليه ده اخترنا مريض صح، واخترنا توقيت صح،
وتحضير صح، ساعتها نقدر نقول هنروح للستيبل بعديها او الخطوه اللي بعديها اللي هي اوضه العمليات. طيب الصوره دي ما قبل العمليه برضو؟ اه دي برضو عايزين يورينه العلاقه ما بين الورم والوريد والشريان. الازرق ده الوريد البابي والشريان ده الشريان اللي هو بيغذي الامعاء. اول واحده فوق دي خالص ده بعيد عنه، ده السيناريو الجميل. الثاني لزق فيه شويه، الثالث ده فوق مباشره، الرابع دي اجزاء لو هو في دي البنكرياس، ودي هتبقى سهله لان هي بعيده عن الوريد والشريان. دي كلها قبل العمليه؟ ده كل ده قرارات بناخدها قبل العمليه بناء على الاشعه، بندرسها باحتمالاتها كلها، بنشوفها الصور دي. حتى كمان يعني الاشعه المقطعيه، انا مثلا لازم اقول للمريض هات لي السي دي بتاع الاشعه المقطعيه، مش مجرد الافلام، لان العادي ان العيان بيتصور مثلا 3000 صوره، هو بيطبع من 3000 دي 100، مش لازم يكون الصوره انا عايزها موجوده في ال 100 دول، لان انا المقطعيه دي عباره عن مقاطع، انا عايز اشوف في كل مقطع فعلا الشريان فين والوريد فين. ممكن انا وانا بمشي الصور كده الاقي صوره لا مزنوق في الحته دي، ابقى عارف ان انا جوه العمليه في حته هيبقى الورم داخل في الوريد او الشريان. فعشان كده عمرنا ما نعتمد على تقارير اشعه، ويفضل لازم يبقى معايا السي دي بتاع الاشعه وتقعد تدرسها. يعني نحتاج نتفرج وقت عليه، ساعات بقول للمريض سيب لي السي دي وتعالى لي المره الجايه هقول لك هينفع عمليه ولا لا، لان انا عايز اقعد نص ساعه ادرس الاشعه دي لوحدها عشان اخد قرار صح فيها. ده كل ده ما قبل العمليه. لما نخش جوه بقى العمليات، ايه الاسرار بتاعتها؟ هي حاجتين، جراح وتخدير. وتخدير ده دور مهم جدا جدا، اكتر ما ناس كتير متوقعه. يعني انا ما اقدرش اشتغل غير مع اشخاص معينين هم فاهمين احنا عايزين ايه في العمليه دي بالذات. العمليه دي بتطول، بناخد 4 ساعات لو عمليه سهله قوي، 8 ساعات لو صعبه، فمتوسط نقول 6 ساعات. المشكله ان لو العيان ده خد محاليل في ال6 ساعات دي كميه، على اخر العمليه الاقي الامعاء فيه تخينه من كتر المحاليل اللي خدها، وبالتالي التوصيلات اللي انا هعملها اللي هي في اخر العمليه مش تبقى مظبوطه، لان انا بوصل في جدار تخين، بعد شويه الجدار ده هيرفع لما الميه تروح منه يحصل تسريب. فمين يقدر بقى يظبط لي القصه دي؟ ده دكتور تخدير شاطر جدا جدا، انه محتاج يدي العيان اقل كميه محاليل، ما تعمليش مشكله وتحافظ على الكلى وتحافظ على ضغط العيان. فميزان صعب جدا مش اي حد بيعرف يعمله، عشان كده ساعات بقول لهم لا العمليه دي بالذات لازم اعملها في المكان الفلاني مع التخدير الفلاني مع حفظ. يقول لي طب ما اصل في دكاتره كويسين، اقول له لا انا عارف، انا بقول لك ايه، لان دول هو اللي هيقدر يريحني انا كجراح لغايه اخر العمليه. الناس ما تبقاش واخده بالها ان ممكن التخدير يبوظ لي انا العمليه. البالانس ما بين ان انا هدي محاليل سوائل قد ايه تحافظ على ضغط العيان، بالزبط. في نفس الوقت ما تعملش حمل. بالظبط. ودي كتبدو انها حاجه سهله، لكن هي في تنفيذا في منتهى الصعوبه، ومحتاجه اجهزه ومحتاجه خبره كبيره جدا من دكتور التخدير ده. فده جوه اوضه التخدير ده نمره واحد. الجزء الثاني الجراح نفسه. الجراح لازم يبقى عنده شويه حاجات. اول حاجه هو هيشيل الورم. لما هيجي يشيل انا محتاج منه حاجتين في شيله، يشيله بطريقه امنه ويشيله كاملا صح. كلام يبدو سهل بس هو وراه حاجات كتير قوي. كلمه امنه ديت يعني هو يقدر يعرف ان هو يعمل توصيل لوريد البابي، لو قصه يرجعه تاني، لو الورم ماسك فيه اقدر اقصه. الحاله دي مثلا ده كان ورم في راس البنكرياس ماسك في الوريد البابي، الطريقه هنقص الوريد البابي بالكامل ونعمل نوصله حتتين في بعض تاني بعد ما كنا قصينا الجزء من الوريد البابي اللي ماسك في الورم. المشكله ان عشان كده بقول لهم دايما ما حدش يشتغل العمليه ديت غير شخص يقدر يتعامل بخبره كبيره في الوريد البابي وفي الشريان. يعني مش ان هو يعرف يوصله بس، لا ده انت لازم تكون وصلته 200 300 مره قبل كده. لان انت مطلوب منك في العمليه دي لما توصله ما تاخدش اكتر من 10 دقائق، لان الامعاء مش هتستحمل ان انا افرد دم عليها فتره طويله. فانا محتاج مش ان انا اعرف اوصله بس، لا اعرف اوصله وبسرعه وبطريقه مظبوطه. عشان كده الجراح في الحته دي مهم جدا جدا. حته ان هو هيشيله بصوره امنه، دي الجزء التكنيكال بتاعه. الحاجه الثانيه الورم بيبقى دايما لازق قوي في الوريد والشريان زي ما قلنا. لما اجي اشيله في ناس كتير بيروح خايف من الوريد والشريان يحصل لهم حاجه فيروح قصص الورم من جنبه. الحته اللي بتتساب دي اكتر سبب لارتجاع الورم.
عشان كده عشان نشيله ده انا لازم اخد الود والشن واحذفهم شمال خالص بعيد واقص من تحتيهم. مش هتقدر تعمل الحركه دي الا وانت مطمن ان لو حصل مشكله هتعرف تتعامل مع المشكله ديت. فدي الجزء الشيل نفسه المهم قوي. الجزء الثالث الاخير في العمليه هو التوصيلات. التوصيلات زي ما قلنا جزء منها هيعتمد على التخدير ان هو ريحني ان اداني الامعاء بدايتها زي نهايتها، بدايه العمليه زي نهايه العمليه. السر الثاني اللي هقوله ويمكن دكاتره كتير مش مقتنعين بيه او يعني في ناس كتير ما تاخدش في دماغها الحته دي، ايه اهم توصيله في العمليه؟ كل الناس عارفه ان اخطر توصيله هي توصيله البنكرياس. الحقيقه لا، انا في رايي ان اخطر توصيله القناه المريه مش البنكرياس، رغم ان الاصعب البنكرياس طبعا، بس هي الفكره لو عيان حصل له تسريب في القناه البنكرياس لوحدها في الغالب هيعدي مش هيحصل حاجه. لكن لو حصل تسريب في قناه البنكرياس وتسريب من القناه المراريه، العصاره الصفراويه لما بتيجي على عصاره البنكرياس بتعمل لها اكتيفيشن، يعني بتعمل لها بيحصل تفاعل تنشيطي. تنشيط ليها. فساعتها هيروح واكل كل الانسجه ويبوظ كل التوصيل، تحول لميه نار بالظبط، وساعتها مش هتبقى مش هينفع تسيطر عليها. فعشان كده على الرغم ان القناه المراريه قد تبدو توصيله سهله، بس لا، دي اكتر توصيل لازم تعملها بحرص شديد جدا، عشان حتى لو حصل لا قدر تسريب في قناه البنكرياس ودي ما حصلهاش حاجه، العيان هيعدي. لكن لو اتنين سربوا في الغالب عندنا مش هيعدي. فدي الحاجات التكنيكال اللي احنا او الحاجات الصغيره اللي احنا نهتم بيها قوي في العمليه دي، ودي من ضمن اسرار نجاح العمليه ديت. الملخص اذا هو العمليه كبيره، نتائجها تبقى كويسه جدا ان شاء الله، ولكن عباره عن سلم لازم تاخده خطوات. لو نطيت سلمتين هتتكعبل وهتكعبل العين معاك. فامشي خطوه خطوه، كل خطوه تاخد حقها لاخرها، نوصل ان شاء الله للسلام. واحنا في الحلقه كل خطوه ما قبل العمليه قعدنا نتكلم فيها، فانا اعتقدت ان هي دي تكمل الاسرار في المنطقه دي. لما دخلنا العمليه التخدير خد الكلام، فقلت بس هو بقى هو الاسرار في الحته دي. لما دخلنا في العمليه قلت بقى تمام، دي بقى الاسرار خلاص وخلصنا. بعد العمليه لوحدها اسرار في حته تانية وكبيره وكثيره جدا. فهي عمليه الاسرار واضح جدا كلها على بعضها. كالعاده بنستمتع بهذا اللقاء استمتاعا كبيرا جدا على مستوى البطنه كمان، مهم جدا. ضيفي العزيز القمه العلميه والجراحيه الكبيره الاستاذ الدكتور محمد فتحي عبد الغفار كان كعادته مبدعا في واحده من ارقى حلقاتنا. يبقى او تبقى اورام البنكرياس منطقه علميه شديده الوعوره، حذاري ان تمر فيها بدون ان تتعلم كل شيء. هذه all or none rule، لا تقبل الا الكل، انك تكون فاهم كل حاجه او لا شيء على الاطلاق، ما فيهاش منتصف المسافه. هذه ليست منطقه منتصف المسافه على الاطلاق في العلم. لا اما انت كلك فاهم كل حاجه وبتعمل كل حاجه صح 100%، لو 1% غلط هتتقلب الدنيا الى منطقة مخيفة للغاية لن تسمع فيها إلا عويل الذئاب. لا تاكلك يعني، خليكم مع الناس الحلوة.